كثر السؤال عن ليلة القدر، وهل لها ليلة محددة، وهل لها علامات تعرف بها، كمن يقول أنها تفتح السماء ويراها بعض الصالحين، جزاكم الله خيرا. ليلة القدر في رمضان بلا شك، ليلة القدر في رمضان، فهذا مما يؤكد على المسلم أن يهتم برمضان كله من أوله إلى آخره ولا يفرط في شيء منه. وأما تحديدها، الله جل وعلا أخفاها ولم يحددها لنا من أجل أن نجتهد في رمضان كله فيزيد أجرنا بقيام رمضان وقيام ليلة القدر، زيادة خير إلى خير. وأما علاماتها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يصح عنه بيان علامات تدل عليها، ولله في ذلك الحكمة من أجل أن لا يعتمد الناس على ليلة واحدة ويتركوا بقية الليالي. نعم.